السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة على سؤال بيصير كتير على الفيسبوك، لما أي حد ينتقد حاجة بتحصل في مصر فيسألك أنت ليه بتكره مصر؟ ما فيش حد يقدر يكره مصر، تمام؟ يعني في دول ينفع نسأل السؤال ده، يعني ليه بتكره فرنسا عشان 1 2 3، ليه بتكره إنجلترا عشان 1 2 3، ليه بتكره أمريكا عشان 1 2 3. لأسباب كتيرة، دول مثلا كانت محتلة، دول كانت بتعذب الناس، دول في أسباب كتير عشان الناس تبدأ تكرهها، تمام. انما مصر يعني تحس ان في آية في القرآن كده تنطبق عليها، اللي هي ربنا بيقول على سيدنا موسى: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تمام. يعني ما كانش في حد خالص يقدر يكره سيدنا موسى، حتى ابليس سئل: هل انت في حبيت حد من الصالحين؟ قال: ما احببت حدا من الصالحين الا موسى، القيت عليهم محبة من الله فلم استطع ان اكرهه، تمام. فمصر تلاقي كل الناس بتحب مصر، وكل الناس بتكره بالخير، سواء رحت افريقيا، رحت امريكا، رحت اليابان، يقول لك ده كان سبب في حاجه حلوه وكويسه. حتى اسرائيل نفسها بتلاقي بتحب الفن المصري، بتحب ام كلثوم، بتحب عبد الحليم، بتحب الافلام وهكذا. يعني فمصر غير اي دوله تانية، كلنا بنحبها، بس كل ممكن كل واحد بيحبها بطريقته. في واحد نفسه تبقى احسن دوله في الدنيا فبينتقدها عشان تبقى احسن وعشان تبقى افضل، بينتقد الافعال مش بينتقد البلد، هو بينتقد ان مصر دي المفروض تبقى التوب، المفروض دي تبقى هي قدوة البلاد كلها، المفروض الحاجة دي ممكن نوقف عليها في اي دولة تانية ما عدا مصر. نتمنى انها تكون احسن دولة في الدنيا، ونتمنى ايا كان اللي بيحكمها انها تبقى منارة للعلم والعلماء، وده امنية بيتمناها كل عربي. يعني تلاقي حتى السعودي، قطري، الاماراتي، السوري، يقول لك نتمنى ان مصر ترجع تاني قائدة، لان لا نهضى العرب الا بنهوض مصر. فما فيش حد بيكره مصر، احنا مش بنكره مصر، بس يعني لما بنلاقي اخطاء، وكل واحد في المجال بتاعه بيلاقي خطأ معين فبينتقد الخطأ ده، يتمنى ان الموضوع ده ما يحصلش. نتمنى ان احنا مثلا في الغربة لما نروح السفارة نكون فرحانين ونكون مبسوطين، ونكون يعني حاسين ان في تسهيل في المعاملات، مش المشاكل اللي بتحصل اللي يعرفها مثلا الناس اللي متغربة في بلاد فيها نسبة كبيرة مصريين، فبتلاقي مشاكل مثلا بدون دخول في التفاصيل. اجي اخلص ورقة مثلا في مصر بتلاقي الوقت يقول لك تعالى بعد اسبوعين، تعالى بعد 3 اسابيع، ليه ما تخلصش مثلا من خلال الموبايل؟ مش يعني مش كراهية لمصر، لا، حبا ان مصر تكون احسن دولة في الدنيا واحسن دولة في العالم. انا موجود في قطر واتمنى ان مصر تكون احسن من قطر ومن الامارات ومن السعودية، ودي طبيعي ان كل واحد يتمنى ان بلده تكون احسن بلد في الدنيا. ويعني كان في حاجة كده يقول لك احسن بلد بلدي واحسن ولد ولدي وهكذا، كل واحد بيتمنى بلده تكون احسن بلد في الدنيا. فبيبقى من شدة الحب لمصر بننتقد بعض الحاجات عشان نفسنا تكون احسن دولة في الدنيا كلها.